هي فنانة تونسية محبوبة، حابة نشوفوا نبتاعها على صوتها الجميل، على أدائها، على حضورها، على الروح الخارق العادة. اختارت الفن والفن اختارها الليلة باش تكون معاكم وتعاود تلاقيكم اليوم مرة أخرى جمهور قرطاج بالدورة 57 بالتونسي بالشرقي بمختلف الأنماط الموسيقية. جمهور قرطاج سيداتي أنساتي سادتي، يسرى محنوش. عسلامة. شنو رأيك في الحفلة الليلة؟ عجبتني برش. شنو اللي عجبك بالضبط؟ عجبني صوت يسرى والجمهور معه بكرتاج وفي برش حاجة. وكي تقعد من فوق ترى برش حاجة وباهي كرتاج باهي، مسرح كرتاج باهي. والله عجبتنا برش الحفلة وحلوة وكل شيء مزيان. كيفاش كانت يسرى محنوش الليلة؟ رائعة، أكثر من رائعة. والله يا أحلى جمهور في الدنيا، وحشتكم برشا. واللي تطلبوه نغنيوه ومانيش مروحين بس بيه. على خاطر يسرى نحبها، حفلة حلوة تربطك. اي سورتو تطرب، هيا بين التونسي وبين الطرب. طرب تحب طرب اكثر من التونسي؟ ليه نحب التونسي، مي الطرب زيد حاجة حلوة.
يعطيها صحة. أبدعت يسرى محنوش كما عادتها ويعطيها صحة. ذيك شنو عندنا نقولوا لا يعطيها صحة. حضرت لها أنت قبل؟ أي يمكن يسرى قبل ويسرى توا الليلة وتزيد أحسن فما أحسن. بارك الله عليها بارك الله عليها صلي على النبي. عجبتني برشا. أمر خير يسرى في الطرب ولا يسرى في تونس؟ يسرى في كل شيء. برافو. تونس مش نورمال وشعبها مش نورمال وسهرية مش نورمال. تحية تونس. بخلاف تونس احكي لي على السهرية، احكي لي على يسرى محنوش. ونحيلك انا نعيش البرا وكي نجي هكا نتسحر من اللي يبدا النشيد الوطني اللي راح وانا نسرح وفرحانة. الحوت عليكم الحوت. يلا مايسترو. يسرى محنوش تهبل تهبل تهبل، أما اختيارات على الحيط. الأغنيتين الأولانيين طيارة، العيون السود نشي زدتها، عبد الحليم كيف كيف. بقينا نستناو باش تراترابي في الأغاني التونسية تسيح تسيح بالقوة. ما عجبتكش؟ مش هذه يسرى محنوش، صوتها خير برشا، اختياراتها لا. يا ورد السود يا حوت يا قلبي حوت يا جبل. يا ورد السود يا حوت يا قلبي حوت يا حوت يا قلبي حوت يا جبل. الحفلة تحفونها به كاو. شنو أكثر حاجة عملت عليها جو؟ والله هي البلاية باهية تبارك الله عليها وكاو. هي حفلتها السهرية واللهم صل على النبي عليها. تهبل تهبل يعطيها الصحة. برافو. باهية. عملت جو في التونسي ولا في الطرب؟ في كل شيء في كل شيء باهي. الله وحد عليها. ولا المكان يدروا يخلوا حبنا ما شاء الله تبارك الله عليها. باهية بالكدا بالكدا حق عباد وما شاء الله وعملت جو وشيخة العباد وما شاء الله هكاك التوانسة من حسن إلى أحسن ديما يا ربي. الحقيقة أبدع ما شاء الله عليه. سهرية حلوة برشا. بين الطرب وتونس. بين الطرب وتونس عملت. أنت أنا هو اللي عملت جو عليها أكثر. زوس ما شاء الله عليه.
حاب كل المقاييس يعطيها الصحة يسرى محنوش فريمون برافو برافو، عملت جو غنت لنا الألوان متاع الأغاني اللي يحبها الشعب التونسي كل التونسي الشرقي، برك الله عليها ما شاء الله، إن شاء الله ديما فرحانين يا ربي، وإن شاء الله ديما تونس من حسن الأحسن يا ربي. عليها ما شاء الله عليها أطربتنا ركح وصوت وزين ونحبوها برشا احنا ما شاء الله عليها. عديت حفلة طيارة أطربتنا يسر بالحق، أطربتنا أبدت في قرطاج، أبدت اليوم أطربتنا شيختنا محليها مبنها متواضعة تهبل، شخنا أطربنا خرجنا الطاقة السلبية ودخلنا الطاقة الإيجابية. محليكم، باي باي. الحفلة الأخرى حسيت نفس الحفلة قاعدة نحضر لها، الصوت تبارك الله عليها، البريزونس تبارك الله عليها، أما فمش شانجمون كبير. عجبتني اليوم يسرى محنوس، عجبتنا برشا، غنت بالكدا تبارك الله عليها، وعجبنا غنيتها باهية بالكدا، عملت شخنة وكل شيء، عملت غني باهي، حسين وشخنة باهية. بكل صراحة محلية يعطيها الصحة، عملت جو برشا برشا جو، بالنسبة لي أنا عجبتني محلها، أنا تعجبني يسرى محنوش بين الشرقي والتونسي، الكل عجبتني فيهم الحقيقة، الأغاني الكل اللي غنيتهم عجبتني. تهبل صراحة تهبل، أنا ما فهمتش علاش يجيبوا مغنيين عرب من برا، تهبل ما شاء الله تبارك الرحمن برشا مغنيين توينسا يستحقوا باش يطلعوا على مهرجان كرتاش، أقل تكلفة بأقل فلوس بأقل برشا حاجات، يشيخوا توينسا يعرفوا أذواقنا يعرفوا فنا يعرفوا شتيحنا يعرفوا جونا التونسي، فمش علاش باش نجيبوا مغنيين من البر، أو موا بوغ لي 5 10 جايين باش البلادنا تقوم بالكدا وكل شيء، خسارة أن نضيعوا ديفيز في معناتها، مع احترامي لجميع الفنانين والفنانات العرب والإخوان الكل. سامحني كيفاش كان يسرى محنوش الليله؟ مانيفيك لو لا روب لاكوي لا فوا لو شارم سيتي ان تري بيل سواري بصراحه تري تري بيل سواري، جي في دي لايف جي لي انفوي ميم ان فرانس بور كي فوي لو فيستيفال دو كارتاج. Thank you.
تفتق على الاخر، محليها عملنا جو على الاخر، نوعت لنا بين التربي والمزود التونسي كل شيء، يعطيها الصحة. ميرسي بوكو ليكم انتوما. مدام كيفاش لقيت السهرة؟ حلوة برشا مزيانة. السهرة عالمية تبارك الله عليها، الصوت ولا أروع، ما فخر تونس، فخر تونس كيفاش نقول. أنا نحبها ياسر والله، نحبها برشا. أما الجو حاجة؟ الجو يهبل. قداش تعطيها يسرى محنوش على 10؟ نعطيها 20 على 20. عجبتني برشا، عجبني غناء يسرى المحنوش، عجبتني العرض و ميرسي عليه. عايش. سهرية تنحي خمجة على القلب ويعطيها ألف صحة، نحت لنا ستريس. معناها أنت شطحت؟ واش شطحت؟ سقيتهم في حالة مروعة بالسي. فعليا شحنة 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 سهرية طيارة. أي شحنة. خميس عليها ولا صوتها، وإحنا جيناها بالذمة من قليبيا. أي مالها؟ شطحت ولا؟ مليلية من اللي جايين. تهبل شطحت شخت سهرية تهبل، يعطيها الصحة وخمسة وخميس عليه. بالحق تفتق على الاخر، موديل تونسي بالحق بالحق 100%، يعطيها الصحة شيختنا وشيخ العبيد. ميرسي. أنا شيخ خاطر مع راجلي. كومبينيزون مع مرتي ومحنوش. والله روعة يسرى، اللهم صلي على النبي. صوت وزين وحضور، أمتعتنا، ما ندمتش على السهرية، تنحي خمج على القلب حصيله ما شاء الله عليها. من دمتش عشرة. جاي خدنا محنوش بالقدي بالقدي، يعطيها الصحة ربي يبارك لها عايشها. ختامها كان مسك في الحضرة وفي النوبة اللي عملوها ممتازة، يعطيها الصحة، كانت سهرية ممتازة. مدام كيفاش كانت السهرية بالنسبة ليك؟ بالنسبة لي تعجبني يسرى برشا برشا، وعجبتني ياسر في معناها حضورها وصوتها كما العاد.
أنيقة وأروع مروعة وشطحتني وعملت لي جو. هي جمعت بين الطربي والتونسي. ممتاز. في غناية هذيلي خاطر احنا هذيلي. عائلة الهذيلي. أي عائلة الهذيلي. مرحبا بكم زملاء، مرحبا بك يسرى. مرحبا بكم الناس الكل. باش نقول مش كان مبروك النجاح الجماهيري، لكن مبروك النجاح الفني. الحمد لله. عايشة. كارتاج يليق بيسرى ويسرى تليق بكارتاج. يا ربي يخليك. عايشة. انا نحب اقول انه فما بعض الاصوات شاطئ، وبعضها منارة وبعضها سفينة، وصوت يسرى محنوش هو الشاطئ والسفينة والمنارة. يسرى محنوش التي لقبها القيصر بسيدة الغناء العربي، وأثنى على صوتها ملحا بركات بوديع الصافي. مرحبا بك بيننا بين السلطة الرابعة. مبروك مرة أخرى. حب كلمة قبل من حيل كلمة للزملاء، كلمة من عندك. الانطباعات الأولية الحفل، شنو خليت كارتاج الليلة في يسرى؟ يعيشك على التقديم الحلو هذا، ان شاء الله ديما نكون عند حسن الظن. ومرحبا بكم الناس الكل، نورتوني، يعطيكم الصحه على التغطيه على كل شيء. انا بصراحه توا فرحانه دا خرجت نسال نقول لهم باهي هكا، خاطر مازلت تحت تاثير الاجواء مع الجمهور. ان شاء الله يا ربي نكون نلت الاعجاب، وان شاء الله ديما نكون عند حسن الظن.